هنا جامعة تسجل التي تتوجه على بعد 5 كيلومتر على أتباع الفضاءات الرياضية في هذه الجامعة التي تعتبر جامعة قروية قليلة بزاف، وبالتالي الشباب المنطقة ما عندهمش حد الأدنى في يمارسوا رياضتهم المفضلة. محمد أحلقاش واحد من الشباب المنطقة، بالنسبة ليه الانعدام الفضاءات الرياضية تتخليه ما يمارسش الرياضة ديالو اللي تيبغي. السلام عليكم، معكم محمد أحلقاش، فاعل جمعوي وممارس لفن الإيكا. الفن هذا اللي جديد ونبثق من الكونغ فو، وهو يختص في الدفاع عن النفس. وبالحكم التواجد ديالي بمنطقة جبلية وبالأحرى منطقة قروية، فهناك عدة إكراهات اللي كنواجهها، وأهمها انعدام المرافق لممارسة الرياضة. وحنا كجمعويين وكممارسين للرياضة كنطالبوا بواحد التنسيق، يكون تنسيق بين الجمعيات المجتمع المدني لإنشاء مرافق لتسهيل ولوج الشباب لممارسة الرياضة بصفة عامة، ولمثل هذه الرياضات اللي كتكون داخل القاعات بصفة خاصة، لأن القاعات هما اللي عندنا فيهم الخصص. وما بغيناش تكون هذه الرياضات هادو يكونوا حكر على الشباب بالمدينة، بغينا حتى الشباب ديال المناطق الجبلية حتى هما يستافدوا من نوع هاد الرياضات، لأن الرياضة الوحيدة اللي كتزاول بهاد المناطق هي كرة القدم. وبغينا رياضات أخرى بدون ذكر الأسماء ديالها. المهم جميع الرياضات اللي كتمارس داخل القاعات فعندنا فيها خصص بالمنطقة. وشكرا. هاد الإكراهات حسب محمد بركشاف فائز جمعوي بجماعة تيسكدلت ناتجة بالأساس على غياب رؤية استراتيجية للنهوض بالرياضة في المنطقة رغم المبادرات المجتمع المدني. بركشاف فائز جمعوي بمنطقة إكيا جماعة تيسكدلت إقليم شتوكا إتباها. الإكراهات اللي عندنا هنا في المنطقة في المجال الرياضي هو غياب المرافق الرياضية. الحمد لله رغم أن المنطقة تزخر طاقات شبابية ومواهب في جميع المجالات، ولكن تتصطدم هذه المواهب بالواقع المرير اللي كان في المنطقة في ظل غياب الفضاء الرياضي وغياب الرؤية أو استراتيجية لدى المسؤولين على الشأن الرياضي في المنطقة. وربما هنا أود أن أنوه بجمعية إيكيا للثقافة والتنمية والرياضة اللي عملت واحد عمل جبار في هذا المجال. من الإمكانيات الذاتية لهذه الجمعية وبعض المتعاونين معها استطاعت من لا شيء إنشاء فضاء رياضي عبارة عن ملعب هو الفضاء الوحيد في المنطقة، منطقة تسكدلت، وتنطلب من الجهات المختصة مساعدة مثل هذه المبادرات وتنسيق مع مثل هذه الجمعيات من أجل خلق فضاء رياضي متكامل بالمنطقة ديال منطقة إيكيا. الرياضة ليست مقتصرة على الشباب فقط أو الرجال، الرياضة للجميع شيبا وشبابا وللجميع. الحاجة اليوم لفضاءات لممارسة الرياضة جد مليحة، والاقتصار على أنها تكون فقط في المدن الكبيرة تجعل بزاف ديال المواهب في العالم القروي ما تتبانش، وبالتالي تضيء وسط زحام الحياة بلا ما يستفد منها حتى شي حد. إذا رجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا، كان هذا هو واحد الروبورتاج من منطقة تيسكدلت إقليم الشوكا إتباها. غادي نربطوا الاتصال بالسياسيين بالوقيت، ولكن قبل من ذلك ليك غادي نبقاو مع فصل إعلاني ونرجعوا لكم بعد قليل. راديو مازال راديو اشطري حداك. إذا رجعنا لكم مستمعاتنا ومستمعينا، انتم في استماع دائما لبرنامج أشطر حداك اللي تناقشوا فيه الفضاءات الرياضية للشباب. دائما يمكنكم تصلوا بنا على رقم 0522-67-41-42 باش تعطونا آراءكم وأفكاركم حول موضوع ديال هاد الحلقة هذه. معنا عبر الهاتف مباشرة السياسيين بالوقيد من الإذاعة الجمعوية تسكدلت. السياسيين مرحبا بك. أهلا وسهلا. كدير بخير؟ الله يحفظكم. صحة مزيان. الله يحفظك. غادي قبل ما نجي عندك ياسين نسول سي طريق المليح اليوم كيف سمعنا في الروبورتاج، فتيران واحد اللي كاين في المنطقه دارتو جمعيه. بالنسبه لك اليوم المؤسسات واش تركز بالضبط، كنقصد هنا المؤسسات الحكوميه والاستراتيجيات ديالها، تتركز بالاساس على المدن الكبيره دون التركيز على مناطق بحال هكا اللي هي مناطق شويه بعيده؟
انا ما نقدرش نجاوب زعما في بلاصه الدوله باش نقول شنو كاين. لا لا بالنسبه هي رايك. انا اللي كنشوف شنو تتشوف؟ انا اللي كنشوف ان اسمح لي هذه الكلمه المغرب النافع والمغرب الغير نافع. عندنا سبعه المدن الكبرى في المغرب هما اللي مهمين، ولك المغرب الاخر يمكن منسي ولا ما كاينش ولا ما معروفش، ولا عندنا مراكش مكناس فاس الرباط. دير معنا ياك. وي خويا بخير مزيان الله يحفظك. اولا بعدا كنشكر راديو ديزان، كنشكروا راديو جوفور وراديو تسجيل. مرحبا بك على الاستضافه ديالي وعلى باش تذكرتوا المنطقه ديالنا المحبوبه. وانتم المنطقه المنطقه ديالكم يمكن الدور تتقوموا به نتوما، يمكن الدور تتقوموا به نتوما من خلال الاذاعه ديالكم باش تعرفوا بالمنطقه ديالكم وبالجماعات اللي فيها. الجماعه ديال تسجيل كتواجد في الاقليم ديال شتوكا ايتباها، وانا عضو في واحد الجمعيه اللي كتنشط هذا المجال هذا ديال الرياضه، وهي اللي مالك الاذاعه ديال الاذاعه الجمعويه ديال تسكد الجياك. السياسيين في الروبورتاج كنا تكلموا على كاين ملعب واحد اللي دارتو جمعيه اللي هما تيلعبوا فيه الشباب ديال 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 المنطقه كاملين. واش بالنسبه لكم نفس السؤال اللي سولت السي طارق قبل، هو واش بالنسبه لكم اليوم المؤسسات ما عندهاش استراتيجيه حقيقيه انها دير ملاعب ديال القرب مثلا في المنطقه ديالكم اللي هي كيف ما كان الحاليه منطقه جبليه ومنطقه راهي امبليس؟ راه هاد الله حاجه للمرافق للرياضه في المنطقه ديالي. علاش هاد المنطقه ديال تسيدي تبارك الله راه فيها لعابه كيلعبوا في الشباب هواره، مجاب هواره، حسنيه تجديد في اتباعها مارك ديال الشباب اتباعها. المنطقه ديالنا الصراحه حاجه الملعب كبير حيت كاين بزاف ديال الممارسين وعندنا طاقات جميع الرياضات ماشي غير كره القدم. مدى بينا يكون عندنا ملعب كبير، يكون عندنا نادي على شلة بشراكة ما بين الجامعة وبعض الشركات اللي هما كبار في المنطقة ديالنا. ليلة كان ممكن نذكر الاسم ديالهم، ما نذكروش الاسماء مادام ان باش ما نديرو الاشهار لتا شي واحد وما يتقلق علينا وما يتقلق علينا. الشركات مستثمرين في المنطقة ديالنا الصراحة الله مدى بينا باش يتعاونوا مع الجماعة ديالنا اللي هي مادة اليد ديما للشباب. باش يكون عندنا واحد ملعب كبير، يكون عندنا واحد النادي اللي الصراحه كنفتقدوه. عندنا دابا ملعب واحد اللي هو في ديال الجمعيه ديال الاديه للتربيه والثقافه والرياضه ما كافيش. حنا عيننا كبيره، بغينا الشباب ديالنا الصراحه باش حقكم، ماشي غير عينكم كبيره، من حقكم انه يكون عندكم ملاعب ديال اللي مارسوا فيها الشباب ديال المنطقه. وي 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 حقنا كمواطنين مي كما كنقولوا حنا باقي كنشوفوا حوايج اخرين خاصه في المنطقه. حيلا شي حوايج كاين بعض المسؤولين وهذا كتبان لهم رياضه بان راه زايده، اللي تنظن راه رياضه راه هي كل شيء اساسي. هي اش غادي نقول لك، حنا كفاعلين جمعويين فاش بدينا البدايه ديالنا بدينا بالرياضه باش يكون عندنا واحد التواصل، يكون عندنا واحد لقاء مباشر بيننا وبين الشباب. والحمد لله توفقنا دوريات ديال كره القدم، حببنا الابناء اللي هما كيخدموا في المدن البلاد ديالهم تيجيو ليها بزاف ولاو كيحبوا العمل الجمعوي، وحنا خدامين ونتمناو الجهات المسؤوله باش يمدوا لنا يديهم باش ممكن نخرجوا داك الشيء اللي عندنا لداخل. الصراحه بغينا نخدموا طبعا خاص غير الفضاءات فين يكون فين تكون الممارسه واللي يعطينا يمكن ابطال ويعطيو ناس اللي هما متميزين في الرياضه. هنا سياسين بالنسبه لك اليوم واش المنطقه في الاهتمام ديالها بكره القدم؟ انت في الحديث ديالك كنت تتكلم بشكل كبير على كره القدم، واش باقي المرافق اللي عندها على باقي الرياضات المرافق ديال الرياضات الاخرى واش هي ما تواجهش على المستوى ديال 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 المنطقه ديالكم؟ لا بالعكس، الرياضه راه كلها رياضه، راه العاف كيف الصباح ومشيتي تريني في العربي في راك مزيان راك بخير فهمتيني. الحمد لله عندنا ابطال حنايا في العدوى الريفي والسباق على الطريق اللي هما ولاد المنطقه ديالنا، ولاد جماعه تسجلت ولاد هلاله. مي كما كنقولوا حنا خصنا واحد ملعب، خصنا مرافق فين هاد المواهب يتريني ويلقاو اطور اللي ممكن باش ياثروهم باش يفرزوا داك الطاقات اللي عندهم. صراحه ما عندنا شباب حتى المنطقه ديالنا ما فيهاش بليه بزاف
الدراري كلهم كيتعطاو للتجاره كيتعطاو للرياضه من نعاونوهم جيد. واللي كما قلت خصنا مرافق صراحه اللي هما في المستوى باش ممكن الشباب ديالنا يعطيو حتى هما يولوا ابطال. علاش علاش لا سمحتي لي ياسين سير دوال اليوم في منطقه بحال هذه فيها ملعب ديال كره قدم داروا درتوا جمعيه بالنسبه لكم لا انتم لا من خلال العمل ديالكم في الجامعه الملكيه المغربيه للرياضات الحضاريه ولا من خلال باقي القطاعات اللي تشتغل سواء المبادره الوطنيه للتنميه البشريه او لا الوزاره الشباب وزارة الشباب والثقافة ومهم هذاك الاسم الجديد وزارة الشباب والرياضة الاسم الجديد. واش بالنسبة لكم اليوم واش كاين عمل على انكم تنقلوا هذا العمل اللي تتقوموا به للمناطق بحال هذه بحال المنطقة اللي انت سكدت ولا مناطق اخرى؟ من طبيعة تعتبر الإذاعة الجمعوية راديو تسكدلت الإذاعة الجمعوية الأولى بتسكدلت وهلالة، والتي تهدف بالأساس إلى خلق مجال إعلامي للحوار والمساهمة في التنمية والتعريف بالمنطقة تسكدلت وهلالة، ولا تهدف للربح وتشتغل وفق تصور جمعوي هادف لا يسعى للربح وليست له أهداف سياسية ولا عرقية أو غيرها من أشكال التفرقة بين الأفراد. وتشتغل الإذاعة وفق ميثاق تحريري يلزم المتطوعين بها وفق هيكل منظمة. السلام عليكم معكم.